السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على ملعب دويرة ونستعرض كل الأشغال بالتفصيل اللي راهي قائمة الآن في الملعب تاع دويرة لحد البارحة، يعني الموعد نتاع زيارة الوزير نتاع السكن والمدينة. إذا البداية من الملعب في حد ذاته، لأنه الأشغال فيه تاع وضع النظام تاع تصريف المياه راهي تقرب للنهاية، زائد كذلك الاشغال نتاع الوضع الطالع نتاع ليطونشيتي تاع المدراجات كذلك تشرف للنهايه. نجوز اذا الان الى المرحله الاخرى او الورشه الاخرى، وهي بنايه الملحقات تاع الملعب حسب التصميم هذا اللي رانا نشوفه فيه الان. وهذه البنايات يعني مستعمله فيها هو لا شاربونت ميتاليك، اذا هياكل معدنيه، ونشوف بان الاشغال تاع الهياكل المعدنيه هذه سوف تكون سير داير على الملعب. وهنا هذه هذا نفق من انفاق ثلاثه التي سوف تؤدي الى الملعب. هنا نعاود نولي الاشغال نتاع الملحقات نتاع الملعب، اللي بحيث انه الملعب هدايا يفتقد للملحقات، لان المدرجات فيه فراغ تحت المدرجات لا توجد ملاحق، اذا يتم بناؤها الان بواسطه هذه المهياكل المعدنيه التي سوف تلقي يعني جماليه للمكان. وكذلك فيه سلاليم، كل يعني 100 متر تكون فيه سلاليم لتمد لل الطوابق الإضافية، لأنه ما فيش طابق واحد، فيه ثلاثة طوابق في تاع يعني اسبيس دو باتيمون، سان باتيمون سيركولير اللي يكون يستوعب كاع ما يتطلبه هذه الملاعب. الورشة الثالثة والأخرى هي الأنفاق هذه اللي راهي قيد الإنشاء، البعض منها راه اكتمل والبعض الاخر راه كما هنا نشوفوا وضع الاساسات نتاع النفق هذا اللي يؤدي الى الملعب. وفيه بعض النفق هذا الان نشوفوا هنا راه عمليه تاع التغطيه نتاع النفق اللي اكتمل، اضافه الى الاشياء الاخرى بعض الاشغال نتاع دي ريفير دي نتاع تصريف المياه والقنوات المختلفه اللي راهي قيد الاشغال. زائد ذلك اضافة الى ذلك كاين فيه كذلك اشغال نتاع المير دو كلوتور، يعني هنا نشاهد نفق، اشغال تاع نفق، كل هذه اشغال تاع هندسة مدنية. وعلى حسب نشوفوا الحجم نتاع الاشغال في يعني فيه يعني فيه وقت كبير سوف تتطلب هذه الاشغال، والمشروع ما راحش ينتهي قبل على الاقل 6 اشهر. هنا نشوف الحائط نتاع الميرد كلوتير سياج تاع المشروع هذا. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.